السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار، معلم أول لغة الإنجليزية. أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، النهاردة في آخر درس بقى ليسون 7 في يونت 1 في الوحدة الأولى، بيج 11 صفحة 11، ريفيو ورك إن بيرز، اشتغل في ثنائيات. ولوك آت أليز فاميلي تري، بص في شجرة عيلة علي، أند ميك سنتنسز، واعمل جمل. جايب لي عندنا طبعا الجراند بيرنتس، عندنا هدى اند عمر، عندنا اميره وعادل دول فاذر ومذر، عندنا جودي اللي هي الخاله طبعا اونت، مروان زوج الخاله، والكازن طارق، عندنا ابناء اميره وعلي او عادل، اميره وعادل، عندنا علي، خالد اند لاميا، دول تو براذرز اند وان سيستر. طيب تعالوا كده نشوف، قال لنا مثلا جودي از هيز اونت، جودي تكون عمته او خالته، اللي هو خالة مين؟ خالة علي. يبقى احنا بنتكلم عن علي، يبقى هنتكلم عن علي بالطريقة دي. تعالوا نشوف ازاي كده ممكن نقول خالد is his brother، خالد يكون اخوه، لميا is his sister، لميا تكون اخته، اميرة is his mother، اميرة تكون امه، عادل is his father، يكون ابوه، هدى is his grandmother، هدى تكون جدته، عمر is his grandfather، يكون جده، جودي is his aunt، طبعا زي ما هو قال لنا ان جودي تكون خالته، مروان is his uncle، مروان يكون زوج خالته، طارق is his cousin، وطارق ابن خالته. exercise 2 read and complete the text، اقرأ واكمل النص. جايب لي are goes is listen live my our play please. my name is Lamia، I am 9 years old، عندي 9 سنين. I live in Aswan with my family، بعيش في أسوان مع أسرتي. My parents teachers، يبقى my parents are teachers، يبقى هنا هنكتب to، طبعا بنكتب في النقط عندنا are. My brother علي 13 years old، يبقى is، عنده 13 سنة. And خالد is 9، وخالد عنده 9. خالد goes swimming every Friday، وخالد بيذهب للسباحة كل يوم جمعة. I to music، الموسيقى، يبقى I listen to music، هتبقى for. With brothers، يبقى with my brothers. 5 علي football at school، يبقى علي plays، زودنا اس ليه علشان علي مفرد. And he watches football matches on TV، وبيشاهد مباريات كرة القدم في التلفزيون. خالد swimming every Friday، يبقى خالد goes swimming، يذهب للسباحة كل يوم جمعة. There is a swimming pool near our house، في حمام سباحة قريب من منزلنا. My best friend is called Aya، اسم صديقتي الأفضل أو المفضلة عندي هي آية، تسمى آية. We basketball at school، يبقى we play basketball، بنلعب كرة السلة في المدرسة. And we are both in the school team، وإحنا الاتنين في فريق المدرسة. Team is very good، طبعا our team is very good، فريقنا كويس جدا. طيب 3 write the third person form of these verbs، then write a sentence with he or she. طيب عندنا play مثال اهو، قال لي play يبقى plays، ده الفعل. الجملة عندنا she plays basketball on Fridays، هي تلعب كرة السلة ايام الجمعة. طيب go يبقى هتبقى goes، وخلي بالنا عشان منتهية بحرف جو بحرف او بنزود لها اي اس، زي بالظبط لو منتهية باس او منتهية باكس او سي اتش او اس اتش، برضو بنزود اي اس للفعل. طيب ممكن اقول هي جوز تو سكول ايرلي، هو يذهب للمدرسة مبكرا. طيب واتش واتشز، يبقى دي عندنا الفعل اهوت، اقول مثلا شي watches TV، تشاهد التلفزيون. listen هتكون listens، هزود حرف الاس، اقول he listens to music، يستمع للموسيقى. like يبقى likes، she likes flowers، بتحب الزهور. don't like هتكون doesn't like، لا يحب. لما أقول he doesn't like animals مثلا، لا يحب الحيوانات،
drink drinks she drinks milk هي تشرب اللبن swim هتكون swims يبقى أقول مثلا he swims fast ممكن هو يسبح بسرعة. طيب تابعونا في التدريبات بقى الأخيرة الدرس الأخير بإذن الله.